كيان لا يرضى إلا بالقمة، ولاعبين لا يرضون الخسارة، وجمهور عاشق ومخلص لنادي، والنتيجة كيان شامخ كالجبل، ومواهب تخدم النادي للأمد، وجمهور يسند كالوتد. مساء الفل والسعادة على كل اللي بتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من الحريفة. مساء الفل يا هنود. مساء الفل يا حبيبة قلبي، انت وردك النهاردة منورة بوردك. يعني بنحاول. قمر قمر قمر. أهلا بكل جماهير النادي الأهلي، كل اللي بيشوفونا دلوقتي حلقة جديدة. حلقة النهاردة كالعادة هنشوف فيها مع بعض موضوعات مهمة ومختلفة هتتبسطوا بيها أكيد إن شاء الله، لكن خلونا نسخن كده ونروح نشوف معانا أخبار النهاردة في السريع.